السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في هذا الجزء المخصص للمتجهات والإزاحة. معكم الأستاذ محمد بلال، أستاذ مادة الرياضيات. في هذا الجزء سوف نتعرف على تمرين جهوي. التمرين الجهوي الأول، هذا التمرين الجهوي سبق له أن طرح في إحدى الامتحانات الجهوية لسنة 2014. إذن ننتقل إلى نص التمرين الجهوي الأول. نعم، إذن الامتحان الجهوي الأول، إذن نص التمرين الآن. A B C D معين مركزه O و T الإزاحة ذات المتجهة BD. إذن الشكل كما هو مبين أمامنا، إذن A B C D معين مركزه O. إذن من خلال هذا المعطى الصريح يمكن أن نستخرج عدة معطيات ضمنية، إلا أننا في البرهان أكيد أننا نأخذ فقط المعطيات الضمنية التي نحتاجها. السؤال الأول، حدد صورة الدائرة التي مركزها B وتمر من النقطة O. الدائرة تحدد بالمركز والشعاع أو نقطة من هذه الدائرة. مطلوب تحديد صورة الدائرة التي مركزها B وتمر من النقطة O. ثانيا، لتكن O فتحة و A فتحة صورتي O و A على التوالي بالإزاحة T. إزاحة T يعني الإزاحة ذات المتجه BD أو الإزاحة التي تحول B إلى D، نفس الشيء. إما نقول إزاحة ذات المتجه BD أو التي تحول B إلى D، بمعنى أن صورة النقطة B ستكون هي النقطة D. سؤال، بين أن المثلث A فتحة D O فتحة قائم الزاوية. نعم، السؤال الثالث، بين أن المستقيم AD المستقيم المار من النقطتين A و D هو صورة المستقيم المار من النقطتين B و C بالإزاحة T. نمر إلى حل التمرين الجهوي. نحل التمرين الجهوي الأول. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول كان كالآتي، لنحدد صورة الدائرة C، سنسمي هذه الدائرة مثلا C، ليس في المعطيات التمرين ليس هناك اسم، إلا أننا سنسمي هذه الدائرة دائرة C التي مركزها B وتمر من النقطة O بالإزاحة T. نعم، إذا أردنا أن نحدد صورة دائرة، يكفي أن نحدد صورة مركز هذه الدائرة وصورة كذلك نقطة من هذه الدائرة. إذا لم يكن لدينا في المعطيات صورة نقطة من الدائرة، إذن نكتفي بتحديد صورة المركز والاحتفاظ بنفس الشعاع. إذن في هذه الحالة سيكون صورة الدائرة حسب الخاصية بطبيعة الحال الموجودة في دفتر الدروس، صورة الدائرة إذا أردنا أن نحدد صورة الدائرة نحدد المركز ونحتفظ بنفس الشعاع. إذن نعود إلى سؤالنا. إذن مطلوب منا أن نحدد صورة الدائرة C التي مركزها B وتمر من O، بمعنى الدائرة الملونة بالأحمر. إذا أردنا أن نحدد صورة هذه الدائرة، يكفي أن نحدد صورة المركز. صورة المركز يعني صورة نقطة B. نعم، لدينا إزاحة T هي الإزاحة ذات المتجهة BD أو التي تحول BD، بمعنى أن صورة B بالإزاحة T هي النقطة D. إذن بمعنى أن D ستكون هي صورة هي مركز النقطة D هي مركز صورة الدائرة C بالإزاحة D. ثم لدينا O تنتمي إلى الدائرة C.
إذا أردنا أن نحدد صورة دائري في أن نحدد صورة المركز، لأن صورة المركز معروف هو D، وصورة نقطة من هذه الدائرة. في المعطيات هل لدينا، لحد الآن هل لدينا صورة نقطة O؟ لا، إذا ممكن أن نكتب مثلا نضع O فتحة هي صورة O، ثم نقول إذا صورة الدائرة C هي الدائرة التي مركزها D وتمر من O فتحة، إلا أننا سنحاول أن نشتغل بالمعطيات، فقط بالمعطيات التي نتوفر عليها. إذا لا نتوفر عن صورة O، إذا في السؤال الثاني يمكن، إذا هناك O فتحة صورة O، إلا أننا سنشتغل قلت بالأشياء المتوفرة لدينا لحد الآن. نعم، إذا في هذه الحالة سنقول صورة دائرة السي، صورة دائرة السي بالإزاحة تي، هي الدائرة سي فتحة التي مركزها دي، لأن دي هي صورة بي، وشعاعها هو نفس الشعاع، يعني الشعاع بي أو، نعم أو بي، إلا أن في المعطيات لدينا الرباعي أ بي سي دي معين، معين معنى أن أو هو معين مركزه O، معناه أن O هي منتصف القطرين BD و AC. بالنسبة لنا سوف نأخذ القطر BD، ما يهمنا في البرهان وهو BD. إذن O منتصف BD معناه أن BO تساوي DO. إذن الدائرة التي مركزها D وشعاعها BO هي نفسها الدائرة التي مركزها D وشعاعها دي او، لان دي او يساوي بي او، وبالتالي يمكن ان نعوض مسافه بي او بالمسافه دي او. اذا والدائره التي مركزها دي وشعاعها دي او هي الدائره التي مركزها دي وتمر من او، بمعنى ان صوره الدائره سي بالازاحه تي ستكون هي الدائره سي فتحه الملونه بالازرق التي مركزها دي وتمر من او. إذن سنكتب هذه الاشياء التي قمنا بشرحها. نعم، اذا بما ان ABCD معين مركزه او، نعم بما ان فان، اذا هنا فان، بما ان فان عوض، اذا فان او منتصف بدي، فإن O منتصف BD، كذلك O منتصف AC. إذا أنا نأخذ، قلنا نأخذ المعطيات الضمنية التي نحتاج فقط في البرهان. إذا O منتصف BD، إذا كذلك يمكن أن نستخرج منها، إذا BO المسافة BO تساوي المسافة DO. نعم، الآن بما أن D هي صورة بي بالإزاحة تي، لماذا؟ لأن لدينا الإزاحة ذات متجهة بي دي، يعني الإزاحة التي تحول بي إلى دي، إذا صورة بي هي دي. نعم، فإن صورة الدائرة سي بالإزاحة تي هي الدائرة سي، طبعا صورة الدائرة هي دائرة، إلا أننا يجب أن نحدد مركز والشعاع، هي الدائرة سي فتحة التي مركزها سيكون هو دي، لأن دي هي صورة بي، والشعاع هو نفس الشعاع، شعاعها هو بي او، نفس الشعاع. نعم، اي يعني هذه الدائره السفتحه، اي الدائره السفتحه التي مركزها دي، ونعوض، يمكن ان نعوض او بي بي دي او، لان دي او يساوي او بي وشعاعها او بي. نعم، الدائرة التي مركزها دي وشعاعها، إذا أو بي نعوضها ب دي أو، يعني المسافة بين أو بي نفسها المسافة ما بين بي و أو، لأن بي أو يساوي دي أو. نعم، والدائرة السفتحة، الدائرة السفتحة التي مركزها دي وشعاعها دي أو هي الدائرة السفتحة التي مركزها دي وتمر من أو. الحال انظر الشكل، إذن الشكل مبين أمامكم هنا. نعم، إذن لكي يكون دي أو شعاع للدائرة التي مركزها دي، إذن طبعا الحال ضروري يجب أن تكون أو نقطة من الدائرة السفتحة، أعتقد بأنه واضح. إذن قلت يمكن، كان ممكن أن نعتبر أو فتحة هي صورة أو، ثم تكون دائرة السفتحة هي الدائرة التي مركزها دي وتمر من أو فتحة، لأننا من الأحسن
استعمال المعطيات المتوفرة. إذا سنتكلم عن أو فتحة في السؤال الثاني. نعم، أعتقد بأن الأمور واضحة. نمر إلى السؤال الثاني. ثانيا، الآن نبين أن المثلث أ فتحة د أو فتحة قائم الزاوية. بطبيعة الحال أ فتحة و أو فتحة هما على التوالي صورتا حسب معطيات التمرين، صورتا أ و أو بالإزاحة ت. نعم، الشكل سيكون بهذه الطريقة. طبعا الحال قبل أن نجيب عن السؤال، قبل أن نجيب عن نبين أن المثلث قائم الزاوية، لا بأس أن نعطي تعليلا لرسم النقطتين أ فتحة و أو فتحة. إذا أردنا أن نرسم، نعود إلى الدرس. إذا أردنا أن نرسم نقطة معينة، صورة نقطة معينة بإزاحة، إذا هناك حالتان: إما النقطة مستقيمية مع أصل وطرف متجه الإزاحة كما هو الشأن بالنسبة لي أو، يعني إذا كانت نقطة مستقيمية صورتها كذلك توجد على نفس المستقيم. إذا لاحظ هنا متجه الإزاحة هي متجه بي دي، النقطة أو مستقيمية مع بي ودي، إذا صورتها كذلك ستنتمي إلى نفس المستقيم مع مراعاة شرط تساوي المتجهتين. إذن سيكون لدينا بي دي يساوي أو فتحة، ومتجهتان متساويتان يعني لهما نفس المنحى. إذن المنحى من بي نحو دي يساوي المنحى من أو نحو أو فتحة. ثم كذلك نفس الاتجاه، بمعنى أن النقاط صورتها هي نقطة، هي كذلك توجد على نفس المستقيم. إذن النقاط بي أو دي أو فتحة نقاط مستقيمية نفس المعيار، يعني المسافة بين بي و دي تساوي المسافة ما بين او اوف تحت. نعم، المسافة بين بي و دي تساوي المسافة بين او اوف تحت. الحالة الثانية، إذا كانت النقطة غير مستقيمية مع أصل وطرف المتجه الإزاحة كما هو الشأن بالنسبة لي أ، نريد أن نحدد صورة أ بالإزاحة التي تحول الإزاحة تحول بي إلى الدي أو الإزاحة ذات متجه بي دي. هنا إذا في هذه الحالة النقاط غير مستقيمة، إذا سنستعمل متوازي الأضلاع، بمعنى أن النقطة التي نبحث عنها أ فتحة هي الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع أ فتحة دي بي كما هو موضح في الصورة. نعم، كان هذا تعليل لإنشاء النقطتين أ فتحة و أو فتحة. الآن نمر إلى البرهنة على أن مثلث أ فتحة د أو فتحة قائم الزاوية. نعم، إذا ما هي في نظركم ما هي الخاصية التي سنستعمل؟ إذا في الدرس لدينا صورة مستقيم ومستقيم يوازي، صورة قطع هي قطعة تقيسها، صورة نصف مستقيم ونصف مستقيم، صورة زاوية هي زاوية تقيسها، صورة دائرة هي دائرة مركزها صورة مركز الدائرة الأولى ولها نفس الشعاع. إذا هنا سنستعمل الخاصية المتعلقة بالزوايا. إذا نريد أن نبرهن بأن المثلث أ فتحة دي أو فتحة قائم الزاوية. ما معنى قائم الزاوية؟ معنى أن إحدى الزوايا قائمة. إذا يكفي أن نبين بأن أ فتحة أو فتحة دي قياسها يساوي 90 درجة. سننطلق من المعطيات. إذا في المعطيات لاحظ هنا، إذا أ فتحة هي صورة أ، دي صورة بي، أو فتحة هي صورة، بمعنى أن الزاوية أ فتحة أو دي ستكون هي صورة الزاوية أ أو بي، والزاوية أ أو بي هي زاوية قائمة قياسها 90 درجة. لماذا؟ لأن الرباعي معين، ونعلم أن المعين قطراه متعامدان. بما أن قياس الزاوية 90 درجة، إذن صورتها كذلك هي قياسها سيكون 90 درجة، وبالتالي المثلث قائم الزاوية. نعم، نبدأ في البرهان. بما أن الرباعي كما قلت الرباعي أ بي سي دي معين مركزه أو، فإن حامل القطران
سي و بي دي متعامدان في النقطة او. نعم متعامدان في النقطة او، اذا قياس الزاوية ا او بي يساوي 90 درجة. اذا نسمي هذه العلاقة العلاقة رقم 1، اعتقد واضح. نعم الان بما ان ا فتحة و او فتحة و دي هي على التوالي صور نقط A و O و B بالإزاحة T، فإن الزاوية A فتحة O فتحة D هي صورة الزاوية A و B بالإزاحة T، ونعلم أن صورة زاوية بإزاحة هي زاوية تقايس. وإذا نعم إذا قياس زاوية A و B يساوي قياس زاوية A فتحة O فتحة D. الآن سنستعمل العلاقة رقم 1 والعلاقة رقم 2. لاحظوا العلاقتين 1 و 2، إذن A أو B يساوي 90 درجة و A أو B يساوي أفتح أو أفتح D، بمعنى أن إذن هذين الطرفين متساويين، ضروري كذلك أن يكون هذا الطرفان ضروري أن هذا الطرفين متساويين، بمعنى أن A فتح أو فتح D تساوي 90 درجة. نعم من العلاقتين 1 و 2 نستنتج أن أ فتحة أو دي تساوي 90 درجة، أ فتحة أو دي قياس الزاوية يساوي 90 درجة، بمعنى أن المثلث قائم الزاوية. نعم بمعنى أن المثلث أ فتحة دي، نعم مثلث أ فتحة دي أو، أ فتحة دي أو فتحة قائم الزاوية في أو فتحة، وهذا هو المطلوب بطبيعة الحال. نعم إذا المطلوب منا أن نبرهن عليه، نعم برهنا أن المثلث أفتح دي أفتح قائم الزاوية في أفتح. يعني أعتقد بأن الأمور واضحة للجميع، إذا الشكل كذلك واضح. نعم إذا نمر الآن إلى السؤال رقم 3. السؤال رقم 3، الجواب عن السؤال رقم 3 لنبين أن المستقيم AD هو صورة المستقيم BC بالإزاحة T. إذن الشكل المعطيات، الشكل الموجود في المعطيات، سنعتمد على الشكل الموجود في المعطيات. إذن بطبيعة الحال إذا أردنا أن نحدد صورة مستقيم يكفي أن نحدد صورة نقطتين من مختلفتين من هذا المستقيم. يعني إذا أردنا أن نحدد صورة مستقيم BC، إذن التلميذ غالبا سيبدأ بالنقطتين B و C. إذا لم تكن نقطتان B و C غير يعني مناسبتان، يمكن أن يفكر في نقطتان آخرين يعني من يعني مختلفتين عن B و C، لأن المستقيم يحتوي على ما لا نهاية من النقط. إذا نبدأ ب B مثلا، صورة B هي D، صورة C لا نتوفر على صورة دي في صورة، لا نتوفر عن صورة سي في المعطيات. يعني يمكن أن نعتبر مثلا سي فتحة هي صورة سي إلى غير ذلك، إلا أن هناك طريقة أخرى. نعم عموما بما أن دي هي صورة بي بالإزاحة تي، فإن والمستقيم BC يمر من نقطة B، فإن صورة المستقيم BC بالإزاحة T سيكون هو مستقيم يوازي BC، يوازي BC ويمر من صورة B بالإزاحة T، يعني يمر من D. نعم مثلا إذا وضعنا هذا المستقيم دلتا، إذا نريد أن يجب أن نبين بأن الدلتا منطبق مع أدي، وفي هذه الحالة سنكون قد أجبنا عن السؤال. إذن عموما سنحاول أن نكتب ما قمنا بشرحه. بما أن إذا لدينا في المعطيات A B C D هذا الرباعي، هذا الرباعي معين يمكن أن نستخرج منه عدة معطيات ضمنية، إلا أننا سنأخذ المعطى B C يوازي A D. فإن المستقيم بس المار من بي و سي يوازي مستقيم المار من ا و دي. العلاقة رقم 3.
ثم إذا لدينا، إذا بما أن الدي هي صورة بي بالإزاحة تي، فإن صورة المستقيم كما سبق لي أن قلت، صورة المستقيم المار من بي و سي سيكون هو مستقيم نسميه مثلا دلتا الموازي، المار من النقطة دي، يعني المار من صورة بي، لأن يعني بي سيمر من بي، إذا صورته سيمر من صورة بي، المار من دي صورة بي وموازي لي بي سي، يعني صورة مستقيم بإزاحة ومستقيم يوازيه، نسمي هذا مستقيم دلتا مثلا. فإن صورة بي سي بالإزاحة تي والمستقيم دلتا المار من النقطة دي والموازي بطبيعة الحال ل بي سي، لأن صورة مستقيم بإزاحة ومستقيم يوازيه. نعم، إذا هنا سنستعمل العلاقتين 3 و 4. إذا كان لدينا مستقيمان يوازيان نفس المستقيم فإنهما متوازيان، لأن نلاحظ هنا أن المستقيم دي والمستقيم دلتا يوازيان نفس المستقيم بي سي، إذا فهما كذلك متوازيان. من العلاقتين 3 و 4 نستنتج أن دلتا يوازي أ دي. عندما نقول مستقيمان متوازيان هناك حالتان، إما منطبقان أو متوازيان قطعا. متوازيان قطعا لا يشتركان في أي نقطة، منطبقان يشتركان فيما لا نهاية. إذا لاحظوا لدينا هنا بما لدينا هناك المستقيمان أدي والدلتا، لاحظوا إذا المستقيم أدي يمر من النقطة دي والدلتا كذلك يمر من دي، معناه أن المستقيمان يشتركان في نقطة دي، إذا لا يمكن المستقيمان أن يكونا متوازيان قطعا، إذا فهما منطبقان. إذا المستقيمين أدي والدلتا منطبقان، ما معنى هذا؟ معنى أدي هو نفسه الدلتا، بمعنى أن صورة المستقيم بالإزاحة والمستقيم دلتا هنا يمكن أن نعوضها بأدي لأنها منطبقة. نعم، إذا المستقيم أدي هو صورة مستقيم بي سي بالإزاحة تي. قد أجبنا عن السؤال. نعم، غير لاحظوا هنا عوض 1 رقم 3، لأن هذا الرقم، هذا السؤال هو 3، إذا ثالثا هنا ثالثا وليس أولا، نجيب صحيح هذا الرقم، رقم السؤال هو ثالثا حسب نص التمرين. إذن الملاحظ أن إذا أردنا أن نحدد صورة مستقيم مع من نقطتين ليس بالضرورة أن يكون لدينا في المعطيات صورة نقطتين، ممكن نقطة واحدة كافية كما هو الشأن هنا في هذا المعطى، لأن بعض التلاميذ عندما يطلب منهم تحديد صورة مستقيم مار من نقطتين يبدأون بتحديد صورة نقطتين مثلا كما هو الشأن هنا، وعندما لا يجدوا في المعطيات صورة سي يعتقدون بأن هناك خطأ في التمرين. إذا أتمنى أن تكون الأمور واضحة للجميع. نعم، إذن نتوقف عند هذا الحد وأترككم على أمل اللقاء بكم في جزء آخر. إذن شكرا على تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى حصة أخرى إن شاء الله.